التكوينية المتميزة. قال إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نستقبلكم في هذا اللقاء البهيج الذي يجمع نخبة من خيرة العقول التربوية. إن حضوركم يعكس التزامكم العميق. من الأساتذة المحترمين سيد منسق مشروع المدارس الرائدة، سيدات أستاذة تلامذتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقدر ما أقول لكم مرحبا أقول لكم أهلا وسهلا في مؤسستكم، مؤسسة عين العطي تفتح أذرعها وأحضانها لاستقبالكم. نتمنى أن نكون في مستوى الحدث وأن نلم احتياجاتكم جميعها في هذه المؤسسة. شكرا للسيد رئيس المؤسسة. قيس خالد المنسق الإقليمي لمشروع المؤسسة الرائدة بمديرية الرشيدية. اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 أعطيت الانطلاقة للمرحلة الثانية من الدورة التكوينية التي تنظمها المديرية الإقليمية حول مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب الطرن. فهذا اليوم التي أعطيت فيه الانطلاقة يشارك مجموعة من الأستاذات والأساتذة الذين يبلغ عددهم بهذا المركز 120 أستاذة وأستاذ، يؤطرهم 4 مؤطرين. الأجواء التي مرت فيها انطلاقة هذه الدورة التكوينية في مرحلتها الثانية كانت أجواء إيجابية جدا. هذه المرحلة مثل المرحلة الأولى ستدوم 8 أيام، ستتخللها مجموعة من الورشات ومجموعة من الدروس النظرية في موضوع الطرن. الآن السادة المفتشون والسيدات والسادة الأساتذة الجميع منخرط في هذا المشروع. بهذه المناسبة المديرية الإقليمية تتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذا الورش الكبير.